أهلا وسهلا أصدقائي، حياكم في قناتي. مثل ما شفتوا بالفيديو اللي قبل هذا اللي هو الرحلة في مشتل، ورحت خذيت بوغونيا وخذيت قلت لكم في بعدين راح أسوي لكم إنقاذ لدرسينا. هذه هي لدرسينا، كبيرة وجميلة، هي بحوض ديكور، قاعدة هي بحوض ديكور وحجمها كبير، وهي النبتة كبيرة بعد، وفيها من داخل أصدقائي. لو بنشوف هنشوف مع بعض، فيها من داخل ثلاث حبات نشوفهم واضحين، واحدة ثنتين وهذه الثالثة. بالفترة الأخيرة شفتها وايد تقط وايد تقط، شفيك يا طيبة، عسى ما شر، شنو فيش صاير، ليش يا حلوة، ليش يا جميلة. اتضح لي للأسف ان فيها واحدة كاهي، ان فيها واحدة قطت كل الأوراق، والحين بالملمس أصدقائي شوف هني يابس، ونشوف هني هذا تشيش النسفنج. فقلت لازم افتح التربة ولازم اطلع هذا، عشان الحين هو معفن فراح يخرب علي الباقي الثنتين الحلوين. فخلنا نشوف مع بعض شنو راح يصير معي. شوفوا طبعا هي قاعدة بحوض ديكور، والسقي من اسفل الحوض، فالحين نبي نطلعها من حوضها. هذا حوضها، هنشوف من اسفل جذورها بدأت تطلع، الحمد لله كل شيء سليم. خنزلها شوية، انا تعمدت هالوقت لان اول الشهر، فقلت ان هذا هو موعدها ان هي تشرب، فقبل لا اشربها ماي ابي اطلع عنها الجزء الخربان. فخنشوف، راح انزلها كذي. والحوض نظيف حلو ما في شيء. وجذورها ممتازة، لونهم حلو طبيعي. فخلنا نشوف هذه شنو صار معاها. هذه اللي خربت يعني من فوق سطح التربة، انا شفت ان هذا لين. شوفوا اصدقائي، شوفوا شلون ينفعص، لكن في طرف للحين ما اخترب. خلينا نجيب مقص فنشوف مع بعض اصدقائي. راح اقص هذه الحين، بس راح اقص هذه كذي مبدئيا، بعدين راح نشوف شلون نتعامل معاها. هذه انا ابيها، انا ما اي اس وانتو عارفين. فهذا كله خربان، شوف شلون اصدقائي، شو كاهو قدام عينكم، فخربان. الباجي خلنا نفتح، يعني انا سوري راح اسوي لكم كذي نباتاتي يا دراسينا يا حلوة، عشان نشيك على الباجي ان هم زينين، ويا رب ما فيها شيء. وايد مغطينها بالتربة، يسبب تعفن بالساق، فاحنا نبي ان نكشفها ونخلي التربة هي زينة ما فيها شيء وقاعد تكبر وحلوة. بس كانت عندها مشكلة بهذا اللي صار لين، الباقي كله اوكي. قاعدة تشيك
اوكي زين 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 خلاص. حلوة ما فيها شيء. شو راح أسوي أصدقائي؟ هي تربتها نقدر نقول عنها زينة، بس أنا شو راح أسوي؟ لا راح أجيب لها تربتي أحسن. هذه التربة الجاهزة اللي أنا أسميها خلطة، هي عبارة عن تشيس، تربة جاهزة. نروح حق المحل نقول عطني تربة جاهزة حق النباتات الداخلية في حوض، لأن داخلية طبعا كلهم في أحواض قاعدين، وخذيت معاها بيرلايت وخلطتهم مع بعض أسميهم الخلطة. فأنا أفضل الحين أني أنا أستعمل لها، دام أني فتحت التربة وكل شيء، فأفضل أني أنا هذيلا ما راح أجيسهم، بخليهم مثل ما هما، مجرد احط تحتها من التربه اللي عندي واغطي قليل من فوق بالتربه هذا، لان انا تربتي فيها بيرلايت اكثر. فخلنا نشوف كذي، ورجاء لا تدققون على بنطلوني لانه وردي، لان انا قاعده في البيت بس لبست قميص يعني شويه مرتب والباقي بنطلون عادي. خلنا نشوف كاهي، هذه هي واضح. نشوف راح احط شويه من التربه مالتي مثل ما قلت لكم، قليل لان هي جذورها ما شاء الله متيمعه تحت، تشوف جذورها ما شاء الله، فحطيت حق الجذور التربه من تحت وكهي رديتها مثل ما كانت. طبعا هي الحين ارتفعت شويه، وانا هذا اللي ابيه، لان هذا انا ما راح اغطيه بالتربه مثل ما هم مسوين، لان اذا غطيناها لغايه هني بالتربه هذا ممكن يعفن مثل ما صار بهذاك. فانا رفعتها هي ونزلت شويه من هذا، والحين بكمل عليها بالتربه. وكذلك خذيت تربه من واحد عندنا بالانستغرام، دكتور مال بلانت، راح احط لكم الانستغرام ماله واحط لكم صوره الكيس مال التربه هني. فانا حتى هذه التربه مالته يعطيه العافيه خلطتها هني مع هذا مع التربه اللي عندي. والحين هذه تقريبا التربه اللي من الدكتور مال البلانت، تقدرون تتواصلون معاه، اهلي بالكويت تاخذون من عنده تربه وتاخذون من عنده نباتات، ما شاء الله عليه مجتهد، وهو قاعد يسوي التربه وهو قاعد يسوي فيتامينات وسماد حق النباتات الداخلية والخارجية، وما شاء الله يعني ربط المغذي من عنده حق الخارجي واحدة بوحدة، ما شاء الله كلهم ردت حياتهم خاصة الحين بعد الصيف. والداخلي أنا ما استعملته وايد للأمانة، لأن يعني لازم أخفف وأخفف وأخفف، وهو لأنه طبيعي حيوي لازم دائما استعمله، وانا ما اقدر اسقي نباتاتي يعني الداخليه خاصه وهم تربتهم رطبه، فكان ممتاز حق الخارجي. وحق الداخلي اللي استعملته بالفتره البسيطه حق شويه نباتات كان ممتاز. يعني شوفوا 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 اكاونته وشوفوا ما شاء الله شغله مجتهد ويعطيه العافية، ما قصر معاي وايد، استفدت من عنده. وهذه التربة اللي من عند أخونا وزيادة مع الخلطة، يعني الكيس اللي خذيته من عنده فرغته هني مع الخلطة مالتي، وحين قاعد أستعملها مع هذه الدرسينة. والحين أقدر أنا أسقيها، لأن هي مسكينة كانت قاعد تنطر الموعد مال السقي، بس أنا حبيت أني ما أسقيها لأن أبي أفتح التربة، وهذا هو المعدل. وراح ارجعها في حوضها مال الديكور، واعطيها قليل من الماي باسفل الحوض، وهذه هي النبته الجميله مثل ما احنا شايفينها، حلوه 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 وكبيره. صراحه خفت عليها، ما ابيها يصير فيها شيء عشان حجمها، وعلشان هي الحين تقريبا صار لها سنة عندي أو أكثر، معتمدة عليها بالمكان اللي أنا حاطتها فيه، الزاوية اللي هي قاعدة فيها يعني
وايد حلوة، فما أبي أروح أخذ واحدة ثانية، وإن شاء الله وضعهم ممتاز يثبتون لأن ما فيهم شيء من تحت. يلا نكمل الحين مع بعض الجزء اللي قصيته منها. نشوف أصدقائي، شوفوا معي أصدقائي الحين هذا الجزء اللي قصيته منها. من هذه هي كلها معفنة وخربانة، وفيها هذا الجزء وفيها هذا على الشيء اللي لغاية الحين ما مات وممتاز. فشنو راح يسوي أصدقائي؟ راح أقص، شوفوا شلون أنا قصيته، فراح أقص بعد زيادة من الطرف الزين، شوفوا إيش كثر خليت، هذا كله تعبان، فباخذ من هذا الجزء الزين كذي. بسم الله، والله هي صغيرة يعني، بس يا رب إنه هنشوف من داخل. لا هي من داخل زينة، من داخل زينة، هاي يعني مو خربانة، وفيها ساق واضح، كاهو الساق واضح، وهذا مكان القص، وهذيل هما الأوراق. لأن أنا سويت نفس هذه الطريقة مع دراسينة ثانية، واحدة ثانية مو هذه واحدة كانت أصغر، زين هذي كم بعد ما عجبها الحال، ما عجبها الوضع، فقصيتها بنفس الطريقة وشلت هذيل كلهم من كذي. أنا هذه قاعد أقول لكم إن هذه فيها ساق، هذه لما خذيتها كانت كلها يعني موجودة مع هذا بهذيك النبتة، فشلت منها الأوراق اللي تحت وحطيتها بالماي، والحمد لله طلعت مثل ما احنا شايفين جميلة. فمن كذي نقصت هذه الحلوة الأم وخذت منها هذا، فإن شاء الله إن هم يعيشون. وهذه أول مرة أنا أجذر فيها درسينة، عندي درسينة من قبل هني حطتهم إنقاذ، لأن هذلاك خذيتهم مع جذورهم كان وضعهم مو يعني مو مرتاح، فنظفتهم من التربة ومن الجذور التعبانة، نفس فكرة هذه شلون، بس هذه هي الساق هو اللي تعبان، هذيك اللي هناك فوق لا الجذور هي كانت تعبانة، فنظفتها من الجذور، خليت الساق نظفتها من الجذور وهذا، وحطيتها في الماء الحمد لله هذيك، لأنها تعتبر إنقاذ، هذه تجذير، سويت لها نفس مرحلة هذه. وهذه الحين بحطها في الماء، بس بحطها مع بوتس، هذا مكان القديم، هذه أما الجديدة بحطها مع، بقص لها بوتس، طرف بوتس، وبحطها معها في الماء، ويا رب إن تعيش وتجذر نفس ما جذرت هذيك. وكذي أصدقائي شفنا، هذا كنت بسوي فيديو ثاني بس يلا لحقوا بعض. شفنا أنقذت هذه من العفن وخذت منها جزء وجذرته في الماء. الفيديو التالي أصدقائي راح يكون الرعاية والاهتمام بنبات العنكبوت والتجذير. أتمنى لكم متابعة ممتعة ويوم سعيد، باي. اللي يكملون معاي الفيديو للآخر شوفوا معاي، راح أقص شوية حق التجذير، راح أشوف هني عندي هذه وايد طويلة، شوفوا معاي كاهي وايد طويلة، هذه بوتس نشوفها وايد طويلة، راح أخذ منها طرف حق تجذير الدرسينة. شلونكم شخباركم؟ اللي ما يكملون للباقي للآخر ما راح يشوفون هذا وياكم. خلنا قص، شوفوا أصدقائي راح أقص طرف صغير من مكان التجذير مثل ما احنا نعرف كذي، ما راح يبين اني انا قاصة، وهي راح تطلع من هني، فهذا اللي قصيته. تعالوا معايا اصدقائي خلينا نشوف، هذا اللي قصيته شوفوا وياي، هذه هي حطيتها بماي، وأبي لها البوتوس توني قصتها فريش، أبيها تساعدها، تسمعوني؟
اركب المايك لان انتم تستاهلون. اصدقائي الحين انا مثل ما انتم شفتوا قصيت تو ما كنت حاطه المايك رديت حطيته لان انتم اصدقائي اللي تستاهلون وتتابعون للاخر فشوفوا شنو سويت. هذه هي حطيتها بالماي على طول ومثل ما شفتوا قصيت لها البوتس وشلت منها وينها ولا ما شلت شلت لا ما شلت بشيل منها الورقة الأخيرة وهي مقصوصة جديد وفيها هي طرف نمو يعني هرمون التجذير عندها شغال أقوى نوع فإن شاء الله إن هي تساعدها كذي كذي ويا رب إن هي تكون تمام. أصدقائي اللي تشوفون الفيديو للآخر راح أسوي لكم وايد هالسوالف بس تابعوني للآخر وراح تشوفون اللي ورا التصوير. أحد يدري.